بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله طبعا وقبل اي شرح بنعزي انفسنا وبنعزي الشعب السوري والشعب التركي في ضحايا زلزال الاسبوع الماضي. بنتمنى طبعا الرحمه وبندعو بالرحمه لكل من مات، وبنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موقع ستيف اي اي. موقع ستيف اي اي مخصص لصناعه الفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني حضرتك بتديله سكريبت، او بعد كده طبعا مكتوب هنا كومينج سون، يعني قريب جدا هتقدر حضرتك انك انت تسجل صوتك، تسجل فويس، وطبعا باللغه الانجليزيه مش هينفع باللغه العربيه، تسجل فويس او بتديله سكريبت زي ما احنا شايفين كده دلوقتي ان احنا نقدر نديله سكريبت عشان يعمله فيديو، او ان حضرتك تديله مقال بقى هو زي ما احنا شايفين كده بلوج تو لايف فيديو، بتديله اللينك بتاع اي مقال موجود على النت وهو بيشوف المقال ده وبيختصر هذا المقال وبيجيب اهم نقاط في هذا المقال ويحولها لفيديو. ناس كتير جدا بتبقى متخوفه من الذكاء الاصطناعي وان هو هيقضي على المصممين، لكن طبعا انا شايف ان لحتى الان ما نعرفش ايه في المستقبل، شايف ان حتى الان في اللحظات اللي انا بكلم حضرتك فيها دلوقتي سنه 2023 الذكاء الاصطناعي غير قادر على ان هو يستجيب لكل المتطلبات اللي احنا بنطلبها او اللي بتدور في دماغنا. هوري حضرتك دلوقتي احنا عملت انا دلوقتي فيديوهات على الموقع طبعا قبل التسجيل عشان اكون عارف الموقع بيشتغل ازاي وكده قبل ما ابدا التسجيل، وشفت طبعا يعني مدى ضحاله الفيديو اللي بيطلع من هذا الموقع في بعض المجالات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي رحت عملت مقال زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي ان في اب رايح الغابه عشان يحتطب واخد ابنه معاه وعشان يجيب حطب من الغابه، فهجم عليهم اسد، فالاب ضحى بنفسه وقال للولد يجري انت على البيت وانا هواجه الاسد. يعني بعمل قصه، بحاول ان انا اعمل قصه وعرضها على الموقع اشوف ازاي هيحولها لنا بعد كده لفيديو. طبعا الموضوع ده لو كانت عمل بطريقه احترافيه وزي ما انا عايز ده يبقى حاجه ممتازه جدا، تقدر انك انت تعمل عن طريق هذا الموقع فيديوهات وتنزلها بقى قصص على اليوتيوب ويبقى موضوع مربح جدا. يعني مش خساره في الموقع بقى انك انت تدفع له في الشهر ولا $1000 لانه هيجيب لك دخل كبير جدا، لكن طبعا الفيديو اللي طلع فيديو لا يتناسب اطلاقا مع النص المكتوب. وبدات طبعا اكتب نص تاني، رحت على جوجل ترانسليت وكتبت نص تاني، يعني شركه الحياه لصناعه الدراجات واول دراجه واكبر دراجه والكلام ده كله، وعملتهم زي ما احنا شايفين كده دلوقتي عاملين ترجمه. هاخد بقى النص اللي باللغه الانجليزيه وابدا في عمل الفيديو على هذا الموقع. طيب نشوف كده النص الاول اللي احنا عملناه اللي هو ده. يعني كده لو خدنا النص ده كده كوبي بيست، نيجي هنا كده كنترول ايه، ناخده كله كوبي ونروح على الموقع. طريقه التسجيل في الموقع قبل ما يبدا الشرح سهله جدا، حضرتك بتدخل الايميل بتاعك، بيبعت لك زي ما احنا شايفين كده دلوقتي بيبعت لك على الميل الرساله زي كده، بيبعت لك ميل زي كده، وبتعمل هنا سيت باسورد، بتدخل بقى الباسورد بتاعك على الموقع تاني، وبعد كده بتلاقيه خرجك بره الموقع خالص، وبعد كده يقول لك دخل الميل بتاعك انت سجلت بيه والباسورد اللي انت سجلته عن طريق هذا اللينك. يعني بعد ما بتدوس على اللينك ده دلوقتي سيت باسورد بيقول لك دخل باسورد مرتين، تتاكد ان هو خلاص، وبعد كده تدخل الميل بتاعك على الموقع وتدخل الباسورد الجديد. هنروح دلوقتي على الموقع زي ما احنا شايفين، هنا بيقول لي حابب انك انت تبدا الفيديو بتاعك على عن طريق ان انت تكتب سكريبت، يعني هنكتب كلام، او انك انت تجيب لنا اللينك من مدونه. فانا هقول له انا هكتب سكريبت واضغط له هنا كده ستارت. زي ما احنا شايفين بقى بيجيب لك تايب اوف فيديو، هنا هتعمل لايف فيديو ولا انيميشن فيديو. انا هقول له مثلا انيميشن، انا عايز فيديو انيميشن عشان اقدر اعرضه على اليوتيوب. وهنا طبعا بيقول لك الفيديو ريشيو اللي هي طبعا المقاسات بتاعه الفيديو، هتعرضه على الفيسبوك بالعرض او بالطول على الانستجرام. فانا هسيبه مثلا زي ما هو كده، والكاتيجوري بتختار بقى الكاتيجوري بتاعك، بيرسي داي، بيزنس، اي حاجه بقى زي ما حضرتك شايف كده الحاجه اللي انت عايز تختارها في انواع الفيديو. انا اقول له مثلا سوشيال، هعرضه على السوشيال ميديا. وهنا التايتل هنيجي عليها كده مثلا نختار بلانت اتري، وبعد كده كرييت سامبل سكريبت، تضغط عليها هيجيب لك الصفحه الموجوده دلوقتي قدامنا. هنا تقدر بقى تحط حضرتك المشاهد اللي انت عايزها. فانا مثلا هيجي هنا بعد ما عملت كوبي للنص اللي كان موجود قدامنا هنا دلوقتي، هاجي هنا كده اقول له بيست كنترول في، واشيل بقى طبعا اخر نص ده مش نص كده. دلوقتي دي المشاهد اللي المفروض ان هو هيعملها لي داخل الفيديو. هنا انيميشن فيديو، ده هيبقى انيميشن فيديو، وبعد كده تضغط على نيكست. هنا بيقول لك اختار نوع الموسيقى، فانا مثلا هقول له صن ابن، وبعد كده نيكست. بيجيب لي مجموعه من الاختيارات اللي زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي قدامنا لا تتناسب اطلاقا مع النص اللي انا كاتبه. انا كاتب اب مع ابنه في الغابه وبيجيبوا حطب وهجم عليهم اسد، مفيش اي اختيار من دول يتناسب مع الكلام اللي انا كاتبه.
بس مفيش قدامنا حل، لازم تختار واحد من دول، مفيش حل تاني. فانا اختار اي واحد فيهم، هيبدا ان هو يعمل السينز او المشاهد اللي موجوده داخل هذا الفيديو. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي بيحمل، وفي ثواني معدوده بيكون عمل لك النص زي ما انت شايف كده دلوقتي، ونبدا في تشغيل الفيديو. مشاهد لا تتناسب اطلاقا مع الفيديو اللي انا عملته، وعشان كده طبعا يعني موضوع يعتبر فشل بالنسبه لهذه القصه اللي انا عملتها، ان ولد وابوه رايحين الغابه وكده. ده مش شكل طبعا واحد رايح الغابه خالص ولا اي حاجه، ولا دول شكل ناس هجم عليهم اسد ولا اي حاجه خالص من اللي انا كنت متخيله، ان هو هيجيب لي فيديو فيه امطار وفيه شجر وفيه غابات بقى وكده والكلام ده كله. ما جاش اي حاجه من الحاجات دي خالص داخل هذا الفيديو. بتقدر انك تعدل على هذا السكريبت زي ما احنا شايفين كده دلوقتي من هنا كده، بتقدر انك انت تغير بقى الاشكال، يعني تقدر تغير الشكل، تغيره للشكل ده او لده او لده من العلامات او الايقونات الموجوده داخل او الى جوار الفيديو. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي تقدر انك انت تخفي اي حاجه من الحاجات الموجوده دلوقتي، تخفي النص اللي موجود، تخفي السلايد نفسه، تقدر تخفي اي حاجه او انك انت تضيف حاجه او تمسحها او تعمل لها الدبل كيت، يعني تعمل له مرتين تكرره، او انك انت ترجع تاني لكل، يعني بتقدر انك انت تتحرك ما بين زي ما احنا شايفين المشاهد الموجوده تحت عن طريق هذا السهم. تقدر انك انت ترجع تاني كده لكل مشهد، وتقدر انك انت بعد كده تعمل بابلش. طبعا دلوقتي مش عاجبني طبعا الكلام ده كله، فهروح على سكريبت تاني اقول له ايديت، وهبدا اشيل النصوص الموجوده دلوقتي كلها اللي موجوده قدامنا عشان نحط سكريبت تاني خالص غير الموجود، لان اللي موجود يعتبر كده مش كويس. بعد ما شلنا النص اللي موجود قدامنا، هنروح بقى تاني على جوجل ترجمه ونجيب النص اللي انا عامله لشركه الدراجات الهوائيه، ونشوف هيقدر ان هو يعمل لنا فيديو شكله ايه. هنيجي هنا كده نقول له بيست، وبعد كده ده نشيله، نشيل بقى اول سين، يبدا من اول هنا كده، وبعد كده نقول له عايزين بقى فويس اوفر، انا هعمله فويس اوفر. فهتيجي هنا تحت تقول له اد فويس اوفر، بيقول لك بقى اللغه اللي انت عايزها في الفويس اوفر. في بعض اللغات متاحه، الانجليزي، الفرنساوي، الالماني، الايطالي، تقدر انك انت تختار ما بينهم، لكن انا هختار طبعا اللغه الانجليزيه، واللغه الانجليزيه الامريكيه مش البريطانيه زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، اليو اس زي ما احنا شايفين. وبعد كده ممكن ان احنا نشيل الميوزك خالص، نشيلها، ونقدر ان احنا نعمل له نيكست. عايزين نعمله انيميشن، ممكن عايزين نعمله لايف فيديو، نعمله لايف فيديو، وبعد كده نيكست. بيجيب لك بعض الفيديوهات تقدر انك انت تختار منها. هختار مثلا الفيديو ده. زي ما احنا شايفين بدا معانا بقى الفيديو، هيبدا واحد يتكلم داخل هذا الفيديو لمده 22 ثانيه. تقدر انك انت تزود عدد الثواني بتاعه كل مشهد، يعني تقدر تيجي على اي مشهد من دول. لو وقفنا مثلا على مشهد 2 وقفنا عليه كده، نقدر زي ما احنا شايفين بقى جاب لنا هنا راجل وست معاهم ابنهم على دراجه بيعلموه. تقدر انك انت تزود مده هذا المشهد عن طريق الضغط على الساعه. زي ما احنا شايفين كده السين تايم هو هنا عامله 6 ثواني، ممكن انك انت تزود عن الست ثواني او تقلل عن الست ثواني. فاحنا هنبدا من الاول خالص، يعني اعتقد ده واقعي شويه اللي موجود دلوقتي قدامنا، الدرجات واقعيه شويه. عشان كده بقول لحضرتك مش هنقدر نستغنى عن المصمم اللي بيصمم بايده، مش هنقدر نستغنى عن واحد بيشتغل على برنامج ادوبي افتر افكت بايده وبيعمل مشاهد بايده على الستريتور وكده، لان هو بيجيب لك المشاهد اللي هي في دماغك بالظبط. لكن ده بموقع يعني تخيلي شويه، يعني المشهد اللي فات اللي احنا شفناه بتاع الغابه والكلام ده مالوش اي علاقه بالغابه، مالوش اي علاقه بواحد بيشتغل في الحطب، والاسد ما جابش اي حاجه خالص عنه. يعني مش كل حاجه متاحه على مواقع الذكاء الاصطناعي. هنبدا نشغل 22 ثانيه دول عشان نشوف هو عرض لنا الفيديو او النص اللي موجود دلوقتي قدامنا هنا دلوقتي. شركه الحياه لصناعه الدراجات، اول واكبر شركه متخصصه في صناعه الدراجات الهوائيه، اسرع الدراجات وامتنها، الامان الكامل عند القياده، متعه القياده المتناهيه. نشغل الفيديو. Alhaya company for the manufacture of bicycles. The first and largest company specialized in the field of manufacturing bicycles. Faster and safer bikes. Complete safety when driving.
Driving pleasure, ultimate comfort. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي جبنا دي المشاهد اللي قدر الموقع يعملها لنا. طبعا يعني يعتبر برضو يعني كويس شوية في الحاجات اللي هي الحديثة، الحاجات اللي هي سهل انك انت تعملها على اي برنامج اخر، لكن ما يغنيش ابدا عن المصممين، ما يغنيش ابدا عن شغل الناس اللي بتشتغل على الموشن جرافيك وتشتغل على البرامج الخاصة بأدوبي. نقدر بعد كده ان احنا نعمله داونلود. لو تعملوا داونلود زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، نضغط على الداونلود هيقول لك هنا هيتصدروا لك 720 بروجريسيف زي ما احنا شايفين، اتش دي 720 بروجريسيف. لو حاولنا نعلي شويه اللي هي مثلا اليوتيوب اللي هي 1080، دي طبعا حاجات في دقه الفيديو ومدى وضوح الشاشه اللي موجوده قدامك في الفيديو. لو حاولنا ان احنا نعليها زي ما احنا شايفين كده 1080 بروجريسيف، هيقول لك طبعا لازم انك انت تدفع اشتراك. الكلام ده كله بقى هيبقى باشتراك، وال4K باشتراك وال2K زي ما احنا شايفين كده باشتراك. هتقدر انك انت تعمله 720 بس، وبعد كده تعمله داونلود زي ما احنا شايفين من هنا هيكون مجاني زي ما احنا شايفين كاتب لنا 0 دولار مجاني تماما. تقدر انك انت تستخدم الفيديو بشكل مجاني. فلو حضرتك بتستخدم يعني عندك مثلا محل ملابس، عندك محل زي ما احنا شايفين دراجات، تقدر انك انت تعمل فيديوهات وتستخدمها على السوشيال ميديا. لكن لو حابب انك انت تعمل مثلا قناه وتبدا في عرض قصص وروايات بقى وكده على اليوتيوب، لا اعتقد الذكاء الاصطناعي لحد الان هيبقى غير قادر ان هو يساعد حضرتك في هذه القصه. اتمنى شرح موقع النهارده يكون افاد حضرتك، وهسيب لكم لينك للموقع اسفل هذا الفيديو. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.